خلي بالكم، التوم في مصر نوعين، الأحمر والأبيض، والنسبة الأكبر في الأسواق العالمية بتفضل الأحمر يمكن 75% عشان حجم فصوصه أكبر وعمرها طويل وفرصتنا كبيرة في التصدير، لأننا بنبدأ الإنتاج في 15 إبريل والعالم كله المنتج للتوم زي الصين وأسبانيا والأرجنتين وشيلي بيبدأوا إنتاج التوم في 15 يونيو من كل عام، يعني النافذة بتاعتنا كمصريين مصدرين للتوم الجاف عمرها شهرين بنتفرد خلالهم بالأسواق العالمية، والسعر وقتها للطن مش بيقل عن 1600 دولار وبيوصل ل 2000 دولار. السنة اللي فاتت أنا جات لك وصورت عودة القطن المصري للزراعة في المنيا. بالظبط. كانش عندنا فدان واحد بيزرع قطن في المنيا، على إيدك رجعناه. بالزبط. على إيدك الناس دي خدت سعر محترم وبقيت تتعاقد معاهم وتاخد منهم القطن. عشان كده الفلاح اهتم بالفدان وقدر يوصل بيه الإنتاجية 12 و13 إمتار. صح؟ بالظبط بالظبط. وصل ل 14. عايزين نكرر نفس التجربة دي مع التوم. هو يعني التوم يعني لو في اهتمام بمصدر التجاوي، يعني المصادر التجاوي التوم مختلفة خالص عن يعني عن يعني الحبوب والقطن وكل ده، بيكون له مصادر من الدولة أو مصادر من مركز البحوث أو مصادر من شركات إنتاج التجاوي إلا التوم. فيعني لو يعني لو في مصدر للتجاوي أعتقد هيكون فرصه أحسن من كده في الإنتاجية، وهيكون فرصه أحسن من كده في الجودة في التصدير يعني إن شاء الله. أنت كمزارع تشعر بالرضا عن زراعة التوم؟ 100%.